أولا السؤال عن حكم عمل المأتم وإقامته، ثم هل لي كما يقول هذا السائل أن أذهب إليهم في اليوم الثاني أو الثالث لأعزي في هذا الميت، وربما يكون الوقت وقت طعام صنع في بيت الميت، فهل لي أن آكل منه؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المآتم التي تقام على الأموات، وهي عبارة عن نصب سرادقات وجمع للناس فيها واستئجار للمقرئين أو ما هو أشد من ذلك، خطب التأبين التي يكون فيها ذكر محاسن الميت وإظهار التأسف على موته، وصنعة الأطعمة، أو ربما يكون فيها منكرات من تضييع الصلوات في الجماعة وشرب الدخان أو اختلاط بين الرجال والنساء. هذه المآتم محرمة بما تشتمل بأصلها، محرمة بأصلها لأنها أصلا غير مشروعة، وهي نوع من النياحة، لأن فيها تعداد محاسن الأموات وكثرة المديح وإظهار التأسف، فهي أصلا غير مشروعة، إضافة إلى ما فيها من المنكرات التي يذكرها أو تواتر ذكرها من الثقات ما يجري فيها، ومن البدع كالقراءة للأموات. إن القراءة للأموات بدعة، ولا سيما إذا استؤجر المقرئون من أجل ذلك، فهذه الأجرة حرام، لأن تلاوة القرآن من أجل الأجرة هذا مكسب حرام، لأن العبادات لا يجوز الاستئجار عليها، ولا يصل إلى الميت ثواب من هذا الطريق، هو بذل للمال بالباطل وإرهاق للفقراء والمساكين الذين يموت لهم أموات وليس عندهم استعداد لإقامة هذه المآتم، ومن لم يقمها يكون عندهم لم يقم بواجب ميته. وكذلك الأغنياء إذا أقاموها فقد أسرفوا في المال وبذلوه في غير وجه شرعي، فهذه المآتم حرام جملة وتفصيلا، ولا يجوز للإنسان أن يحضرها إلا على وجه الإنكار والبيان أنها حرام، لعلهم يتركونها ويتراجعون عنها. أما إذا لم يكن ممن ينكر عليهم فلا يجوز له أن يحضر فيها، لأنه يكون شريكا لهم في الإثم. وأما العزاء فهو ميسر ولله الحمد على الوجه الشرعي، لأنك إذا لقيت المصاب بموت قريبه فإنك تسلم عليه وتعزيه بالدعاء الوارد: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. إذا لقيته في المسجد، لقيته في المقبرة، لقيته في الشارع، في متجره، في مقر عمله، فإنك تعزيه بدون أن يكون هناك ترتيبات وهناك نفقات وهناك إضاعة للأوقات. كل هذا من الآصار والأخلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، ثابكم الله. وهذا السائل يذكر أنه قد يأتي ويوافق وقت الطعام، فيسأل عن حكم الأكل في هذا الطعام الذي أعد في هذا المأتم. إذا أكل منه وهو ينكر عليهم هذا الشيء، الطعام في حد ذاته مباح، ولكن مع الإنكار عليهم لا يأكل ويأتي من أجل الأكل ولا ينكر عليهم، إلا ما ذبح من هذه، إذا كان فيه ذبائح ذبحت للأضرحة أو للتقرب إلى الأموات، فإن هذه الذبائح حرام لأنها ذبائح شركية. نعم، أثابكم الله. أثابكم الله على ما ذكرتم في مسألة إضاعة الأموال. خطر في ذهني مسألة أن بعض الأموات هؤلاء قد يكون عليه دين، وقد يكون ما حج فرضه وشيء من هذه الأمور، ومع ذلك يعتنى بما أشرتم إليه من إقامة السرادقات والمآتم. إذا كانت هذه المآتم والسرادقات تقام من تركة الميت فهذا حرام، لأن تركة الميت للورثة، وأخذها لهذه المآتم هذا ظلم للورثة، لا سيما إذا كان فيهم قصار من الأيتام والفقراء، فهذا ظلم لهم. وإذا كان على الميت ديون لله من الكفارات والنذور الشرعية، النذور الصحيحة، أو كان عليه حجة الإسلام لم يحج حجة الإسلام، فإنه يجب البداءة بوفاء ديونه، سواء كانت ديونا لله تعالى أو كانت ديونا للمخلوقين، فالدين مقدم على الوصية ومقدم على الميراث، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وكذلك دين الله سبحانه وتعالى، فالله أحق بالوفاء. إذا كان عليه نذر، عليه كفارة، عليه حج حجة الإسلام،
فإنه يجب أن يؤخذ من تركته ما يوفى به هذه الديون، وإقامة هذه المآتم قد لا تمكن من وفاء الديون التي على الميت، فيكون في هذا ظلم للميت، ويكون في هذا بقاء لشغل ذمة الميت بالديون وحرمان له من براءة ذمته منها. نعم، بارك الله فيكم.